كيزا راسبيليكويتا كاد يضيعها وضيعها والانطلاقة هنا عن طريق بوفال في أولى الكرات هايلة منه ما زال بوفال توزيع رائع نتيجة 1-0 عادية يعني أفضل من نتيجة 4-1 أمام ليستر على ميدانه هنا بوفال في تقدير الحكم يرتكب خطأ باكايوكو فابريغاس الآن موراتا يصبح قلب هجوم وفابريغاس يرجع لوسط الميدان رفقة باكايوكو وكذلك كانتي أي نعم سيكون جيسك فابريغاس إلى وسط الميدان يقوي وسط الميدان ويخلي عناصر تشيلسي تستند على مهاجم كرة خطيرة يضيع فرصة ثانية له ولساوثامبتون لتعديل النتيجة رائع الكرة والعودة من كريستنسن كان رائع وتشيبو كورتوا أروع وأنقذ مرمى ولكنه لم يمر روميو فالتغطية يخرج بالكرة هذه ويستفيد من تماس تشيلسي والانطلاقة السريعة تغطية ممتازة من ساعة الكرة كانتي في الاسترجاع طبعا فابريغاس وصلته فابريغاس الحكم يقول لك العب ليس هناك أي شيء اختفى الكرة اللاعب بوفال عنده الكرة سفيان يبحث عن المرور بوفال يراوغ معتمد بالكرة من أمام كانتي الحكم خلى الأفضلية بوفال مازال رجع للخلف لغاس من عند ويليان ضاعت الكرة والانطلاقة من سفيان بوفال على الجهة اليسرى سفيان مازال يحب يمر سفيان زوج لاعبين أمامه زاباكوستا رجع للخلف ترجع له سفيان يلعبها بينية على الجهة اليسرى المراوغة من بفل السفر دائما لتشيلسي كرة بعيدة يا زاباكوستا ضيعتها والحكم من حسن الحظ رفع الراية معلنا وضع التسلل من سفيان بوفال يا ويليان المراوغة ويليان مازال دخل ويليان وخطأ آخر يقول حكم اللقاء ثلاث نقاط في غاية الأهمية يتمكن من إضافتها فريق تشيلسي بشباب